نمرة أربعة. شوف الزول ده يكيل هذه التهم، والكلمة اللي قالها دي من أخطر الكلمات للشيخ محمد بن هادي. قال: وتخالفون الضوابط الشرعية السلفية المعتبرة وموافق وشنو وتوجيهات علماء السنة الأكابر الذين كثيرا ما تدندن وتوجه الشباب والطلاب بلزوم غرزهم ومحيطهم لأنهم أهل الصدق والخبرة والدراية وشاخوا في بحر العلم والتجربة. ده كلام في باب في حق العلماء، ما في حق العلماء ده ما كلام فيه نقاش أصلا، ده كلام ثابت. لكن تجي يعني إنه العلماء أهل صدق وأهل خبرة ودراية وشاخوا في بحر العلم والتجربة، ده ثابت في حقهم ما فيه نقاش. لكن دارين نجي نناقش كلام إنه قال للشيخ محمد بن هادي قال تخالفون الضوابط الشرعية. يا تي أنا زر هاشم زي شنو؟ ورينا زي شنو؟ لأنه لما قال الكلام ده في كثير من أخواننا وكثير من السلفيين الغيورين على المنهج الحق اتهجموا. تخالفون، شوف الكلام ده كيف، الضوابط، ما ضابط واحد، الشرعية. يتخيل واحد من علماء السلفيين الضوابط الشرعية جد خالفها، ها؟ ولا كمان خصصها، قال الشرعية السلفية المعتبرة. يعني ده الشيخ محمد بن هادي المدخلي خالف مجموعة من الضوابط الشرعية السلفية المعتبرة المستقرة والمقررة، خالف الشيخ محمد بن هادي المدخلي. أدينا منها ضابط واحد، ضابط واحد جيبه يا نزار هاشم، ما مثلت لنا يا تضابط إنه طعن في الصحافغة، أصبر لك جايهم أنا بعد شوية. ديل يا هم الضوابط، ولا يكون ديل يا هم الضوابط الشرعية، أو لعله نحسن بيك الظن أنت قاصد إنه الطعن في أهل الأثر. وإذا رأيت الرجل النصوص القوية من السلف، إذا رأيت الرجل يطعن في سفيان فاتهمه، وإذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، لعله يقصد ذلك. طيب هل الصحافقة الذين طعن فيهم الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، هل هؤلاء يمتحن بهم أهل السنة حتى يكون مخالفا للضوابط الشرعية السلفية المعتبرة؟ يا نزار هاشم عليك الله ما بتخاف الله. طيب الضوابط السلفية الشرعية المعتبرة، ما خالف البرعي، ما خالف عبد الحي يوسف، ما خالف الترابي، ما خالف عصام أحمد البشير، ما خالف سعيد نصر التكفيري، ما خالفوا جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة، ما خالف الهواري، ما خالف خالد عبد اللطيف، ما خالف ذاك اسمه منو الرئيس ذاك الحبوب، ما خالف التيجاني، ما خالفوا الختمية، ما خالفوا السرورية، بس يا دوب الشيخ محمد بن هادي المدخلي تخالفون. وهذا فعل مضارع يدل على الاستمرار. طوال الشيخ محمد بن هادي المدخلي يخالفون، ومش حاجة واحدة، الضوابط وكمان شنو الشرعية، ما حاجة ساكت، السلفية المعتبرة وتوجيهات علماء السنة الأكابر. أول حاجة ده لما نزول يخالف القواعد، انت عارف القواعد دي معناها شنو يا نزار هاشم؟ من القواعد السلفية المعتبرة مثلا، ده اديك نموذج، مسألة الخروج على أئمة المسلمين، دي قاعدة بدعوا بها. الشيخ محمد بن هادي خالف زي القواعد والأصول المستقرة دي قواعد كثيرة أو كلها، لأنه هو ما فصل لنا. قال وتخالفون، ما قال كثيرا، قال الضوابط الشرعية السلفية، يعني كلها الشيخ محمد بن هادي خالفها. ويكفي هذا في أن هذا الرجل يبدع الشيخ محمد بن هادي المدخلي، ولا ده ما تبدع، زول بخالف القواعد والضوابط أو الضوابط الشرعية السلفية المعتبرة، ده سلفي؟ ده سلفي؟ يبقى ده يلزم إلا أن يتوب ويرجع إنه الشيخ محمد بن هادي عند نزار هاشم مبتدع. نمرة واحد. نمرة اثنين، إنه أخرج الشيخ من العلماء قال له أنت بتخالف توجيهات العلماء الأكابر. طيب أنت أخرجت الشيخ محمد بن هادي من العلماء الأكابر كيف يا نزار هاشم؟ كيف أخرجته؟ ها؟ ما عندك، ما جاتك تزكية الشيخ ابن باز ذكر لك أخونا أبو الحسن؟ ما جاتك تزكية الشيخ ربيع المدخلي؟ ما جاتك تزكية الشيخ عبد الرحمن محي الدين؟ ما جاتك تزكيات العلماء لهذا
العلم والداعية والإمام والعالم من علماء أهل السنة والجماعة السلفيين حفظه الله، أخرجته كيف من العلماء؟ عرفته؟ طيب، وأيضا أخرجه من ذوي الخبرة والدراية، يعني أخرج نزار هاشم بقى هو صاحب الخبرة والدراية، أخرج الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله من أهل الخبرة والدراية ومن العلماء الذين يعني رسخت أقدامهم وكانت لهم تجربة عظيمة واكتسبوا تجربة وخبرة بهذه المسائل، أخرجوا برا العلماء هؤلاء. شوف الكلام ده كيف.